السلام عليكم ورحمه الله البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التبريمه رائعه، وكنتحدى اي وحده يعني دارتها ولا سبق لها ودارت هاد المكونات هادو وما عطاوهاش ليها نتيجه، ولا شي وحده حطتها في قناتها، راه اقسم بالله العلي العظيم ما كثرش من الحلوف الى واحد التبريمه رائعه. انا راه غير جبت حاجه من درتها عطاتني نتيجه رائعه، عطاتني واحد النتيجه اللي صدماتني صراحه الله، وقالت لي مالا نشاركها معكم. فعلا راه درتها تقريبا شي 15 يوم هذه، قلت المره الجايه غادي نشاركها معكم التفاصيل ديالها والمكونات ديالها كاملين، ونقول لكم شنو درت فيها بسم الله على بركه الله. المهم بالنسبه لهاد التبريمه راه كتبغي شويه المقادير او لا المكونات. المهم بسم الله على بركه الله، راه شفتوا معايا. المهم هذه راه كنت درتها فيها، وهذه فين كندير الصباغه وداك التخربيق كامل اللي كنستعمل في الحمام. غادي نحتاجو الطين الابيض، راه معروف بزاف الطين الابيض، وعندنا موجود هنا تبارك الله في قلعه مكونه الطين الابيض. غادي نحتاجو منه معلقه، وعندي هنا الحنه، الحنه اللي تتكون يعني مطحونه على يديك ما فيها لا شي مواد شي حاجه اخرى من غير الحنه بوحدها. وعندي هنايا التبريمه الصحراويه، يعني التبريمه راه كتمشي عند اي عشاب، وهو كيعطيك يعني التبريمه، راه فيها الشوفان، فيها السوجة، فيها النيله الزرقاء، شحال من حاجه. انا هذه كنت جبتها معايا في خريكا عند خوتي. وعندي زيت ارغان، زيت ارغان الا كانت متوفره، ما تفرش ديروا اي زيت عندكم. عندي هنايا خماره، ما غندير غير شويه. وعندي العكر الفاسي، العكر الفاسي ما بقاش عندي بزاف. مهم هذا هو العكر الفاسي الدوريجي، ما يكذب عليكم حتى شي واحد. بالنسبه للعكر الفاسي راه تيكون على هذا الشكل هذا، انا غنحاول نوريكم. شوفوا معايا العكر الفاسي الدوريجين هو هذا، هكا تيكون. انا غادي نوري لكم من بعد. عندي هنايا حامض اولا ليمونه، كل واحد كي كتسميوها، ماء الورد، الصابون البلدي، ونسكافي. مهم بسم الله على بركه الله، اول حاجه غنديرها غادي نخوي الماء الورد، وغنوريكم القوام ديال العكر الفاسي. انا هنايا غادي نحتاجها، يعني انا راه كنديرها للصحه ديالي كامله، وغادي نخلي منها شويه الغدا، يعني غادي نبات فيها وغدا عاوتاني ان شاء الله، وندير تدويشه خفيفه ونديرها. بالنسبه لهاد التبريمه زوينه بزاف للعريسات، يعني كتنقي كتنوض الوسخ حتى تكون بمعنى الكلمه. المهم شفتوا معايا راه ما بقاش عندي بزاف ديال العكر الفاسي، شفتوا غادي نخوي ولو شويه، شفتوا غير نقيطات، شفتوا نقيطات فقط، وتشوفوا اللون والقوام ديالو، شفتوا هو هذا العكر الفاسي الدوريجين، راه قليل 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 بزاف باش تلقايه. كيعطيوكم انا نيت شخصيا كنت كنتقوالب، كنت كناخذ العكر الفاسي اللي تيكون تيبري وتيكون بحال الدجاج، ولكن راه ماشي دوريجين، هو هذا العكر الفاسي دم الغزال. كل واحد كيفاش زعما كيسميه المنطقه السميه ديالو، ولكن هذا راه عطاه ليا خويا، راه تيتباع ما عرفتش واش 50 درهم للغرام ولا، مهم غالي بزاف. غندير نسكافي، ندير الصابون البلدي، ناخذ موس، الى عندكم ديال العبار ديروا معلقه، انا ما عنديش ديال العبار، عندي غير هذا ديال الصاشيات هو اللي تيتبع هنايا. وغندير هاد التبريمه هادي، انا التبريمه زدت عليها تبريمه اخرى، ولكن النتائج ديالها واخا تكوني نقيه ما عندك لا وسخ لا والو، منين كديريها صدقوني والله الا كي يعني كتعطي واحد الاشراق للبشره.
انا حاليا يعني مؤخرا يعني وليت اللي ديتها غير في التمارة والشقا والحصاد وشحال من حاجة، يعني ما بقيتش ديتها في راسي حتى لهاد 7 ايام الاخره. عاد وليت شوية، مهم وليت شوية مسالية، وليت شوية كنخطف الوقت وصافي، وكندير بحال هاد الشيء هذا. كيف ما قلت لكم راه هادي يعني غير جربتها، جربت شويه شويه من حاجه ما شفتها لا في اليوتيوب لا حتى شي بلاصه، ولكن ملي جربت شويه شويه من حاجه عطتني نتيجه. عرفتي ندمت غير صورت لكم فيديو فاش جربتها، وقلت ماشي مشكل المره الجايه نصورها معكم وجربوها البنات، جربوها والله ما تندموا. المهم درت هنايا الحامض، راه شفتوا كلشي بعينيكم. اللي بغى نعطيه المقادير بالتفصيل صندوق الوصف نخلي لكم المقادير هنا. شفتوا راه ما درتش باكيه كامله، درت غير شويه. وغندير الزيت ارغان، ديروا ضروري ديروا شويه ديال الزيت، سواء عندكم ارغان راه مزيانه، ما عندكمش ديروا زيت العود، ديروا مهم شي زيت ضروري تكون في الوصفه، حيت ملي كدوشي كتخلي ليك البشره ديالك رطبه، يعني ما كتكونش ما كتقشرش، خصوصا الا عندكم البشره جافه من الاحسن ديروا الزيت. هنايا درت الحنه، وهنايا غادي ندير الطين الابيض. الطين الابيض راه رخيص، كيدير غير 10 دراهم، يعني ماشي بزاف. صافي هنايا درت الطين الابيض. صافي البنات، بالنسبه للمكونات ديال التبريمه هي هذه، كنخلطوهم وكنديرهم على الجسم ديالنا كامل بدون استثناء، من غير الوجه طبعا. وتنبقى يعني تنبقى واحد شويه قبل الحمام، كنديروها بواحد نص ساعه ولا ساعه. انا ما نكذبش عليكم بحكم انني عندي الحريه تامة، كنديرها يعني صحتي كامله، وكنخليها ليله كامله عاد كندوش. بالنسبه يعني المقبلات على الزواج، من الاحسن تبعوها 7 ايام ونهار مورا نهار، نهار مورا نهار، وتباتوا بها، راه ما عندكم حتى شي ضرر، وما عند يعني ما فيهاش مكون اللي غادي يضر بكم صحتكم. صافي تبعوها البنات وديروها على الجسم ديالكم كامل كامل كامل، حتى المهم حتى تبغيو تدخلوا الحمام ديروها بواحد نص ساعه وردوا عليا الخبر. راه والله العظيم البنات راه الى واحد يعني واحد الاشراقه كتعطيها لصحتك، وهذه وما تشوفوش ليا في يديا راه واخا هكاك، راه المهم انا راه كنشق بزاف، وخصوصا المهم بلا ما نبقى نهضر لكم على التفاصيل بزاف. مؤخرا قلت لكم يعني ما بقيتش كنديها في راسي بزاف بزاف بزاف، داكشي علاش ملي خلطت هذه عطتني نتيجه شاركتها معكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم وتجربوا هاد التبريمه هذه، وغادي نجاوب على التساؤلات ديالكم بالنسبه للبنات اللي كيعرفوني شخصيا وكيسولوني على الواقي الشمسي. انا نقول لكم الواقي الشمسي اللي كندير راه هنايا، مهم انا نجيبو هاني معكم نجيب الواقي، هو هذا اللي استعملت يعني شحال هذه كنت كنديرو شحال، وكيحيد كيحيد الكلف وكيعالج. وبالنسبه للعيالات اللي تيكونوا حاملات وعندهم الكلف ولا قبل ما يكون الكلف كيحارب الكلف، هو هذا راه تسالى ليا، وعييت ما نصيفط ليه حيت انا راه برا المدينه بزاف، ما كاين لا فارماسي لا بارافارماسي، عييت ما نسول عليه ما لقيتوش. عطيت الباكيه ديال باش مهم باش وصلني، ما وصلنيش حتى خديت هذا اللي ديال ايام زمان ديال سنسكين، راه ما كنصحكمش به، غير هو ما لقيتش البديل، هو هذا اللي قفيتي ما لقيتش البديل وخديته. خديت هذا راه فيه الزيت ديال 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 الارغان، يعني هو ماشي شي حاجه نيت، ولكن مهم هو لقيت البديل حتى شريته عاد وصلني هذا جديد. بالنسبه يعني راه حتى انتي ما فيهش لا فوندي حتى لا والو، يعني بحال الزيت، والثمن ديالو كيدير 170 درهم في الفارماسي في البارا فارماسي، ماشي في الفارماسي، يعني في البارا فارماسي، يعني غير الزيت هو، ولكن
فيه فوائد بزاف، كيحارب الكلف قبل حتى الا كان كيحيد لي طاش، وزوين بزاف. اللي عنده ما عندوش الكلف بتاتا يدير هذا اللي فيه الاس، واللي عنده الكلف ولا التصبغات بزاف يدير اللي فيه الام. كاين واحد فيه الاس واحد فيه الام، هو هذا. وبالنسبه للفونديتان انا ما كنديرهاش بزاف، ولكن حبيت نشارك معكم هذا الفونديتان هذا اللي كلشي كيهضر لي عليه، وجبتها صراحه فعلا زوينه. داكشي اللي تيقولوا عليها واعر، هذا راه بيضه ولكن تديريها وتبقاي دهني 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 حتى كتشكل، يعني تتوصلي اللون ديال البشره ديالك، ما تتبانش نهائيا. كنعتذر على جوده التصوير، كنصور غير بالتليفون والبيت مظلم، يعني هذا ما كان. كنوعدكم ان شاء الله ملي نكون في داري ونكون على راحتي نبقى نحط لكم اي حاجه، يعني لا بالنسبه للطبخ لا بالنسبه للمساحيق ديال التجميل لا بالنسبه لاي حاجه، روتينات اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. كنعتذر منكم بزاف، كنغيب عليكم مره في شحال كنصور فيديو، ولكن الناس اللي كيعرفوني كيقدر الظروف ديالي راه عارفيني. هذا ما كنتمنى ان شاء الله هنا الفيديو الاعجاب ديالكم، وتجربوا هادشي اللي قلت لكم ما تندموش عليه. بالنسبه للتبريمه راه هي من احسن واروع ما يكون ممكن تجربوها، غير ديروا النيه وما تقولوش لا راه غير حطت فيديو باش هذا، ولا لا بتاتا. والله العلي العظيم البنات ما كانش عندي خاطر ولا كانت عندي الوقت، اسمحوا لي باقي كنهضر معكم كيعيطوا لي من التحت. المهم هذا ما كنساليش انني نصور لكم فيديو، ما كنكونش على خاطري. المهم بالنسبه للتبريمه راه طوب، جربوها البنات والله ما تندموا عليها. وبالنسبه لهاد يعني هاد البرودوات هادو، هذا راه قلت لكم راه كنت كنستعمل من ايام زمان، ايام ديال الكوليج وكنت كنقراو هذا، كنت كنستعمل هذا، ما دار لي حتى شي حاجه في وجهي، كتب عليكم ما عنده حتى شي ضرر، غير هو كاين ما احسن منه. وهذا ما كانت من ان شاء الله ينال الفيديو اعجابكم، وتجربوا هذا الشيء اللي قلت لكم، وخصوصا التبريمات ما تبخلوش عليها. الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.